10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات المنتخب السوداني ومنافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية. ولكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف ثلاث نقاط مهمين. ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم منتخب السودان أمام منتخب أنغولا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب. المباراة على ملعب شهداء بنينة. القناة الناقلة بين سبورت والمعلق علي محمد علي. وانتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. توقيت المباراة مساء اليوم الاثنين، في الخامسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والسادسة بتوقيت القاهرة والسودان، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والعراق. يذكر بأن منتخب أنغولا يأتي في المركز الأول برصيد 13 نقطة في المجموعة F، بينما يأتي المنتخب السوداني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط. توقع معنا في التعليقات من ينتصر في هذه المباراة المهمة ويحصل ثلاث نقاط مهمين ومنافسات الجولة الأخيرة وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.